ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وبكل مشاهدين موقع فود توداي. اهلا وسهلا بيكم، معاكم الاء عثمان، والنهارده هعمل معاكم حواوشي البيض. شايفين شكله حلو ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض بقى هنعملها ازاي. اول حاجه هنعملها، هنجيب كده بيضتين، هنكسرهم هنا كده بالشكل ده، اكله سهله جدا وحلوه جدا. هنضربهم كده ضربة خفيفة بالشكل ده، وبعدين عندنا هنا جبنة رومي متقطعة كده، او ممكن اللي هي المبشورة، هنحطها كده بالشكل ده، طبعا حسب الرغبة، ممكن جبنة رومي، ممكن جبنة تشيدر، اي نوع احنا حابينه. عندنا هنا لانشون، شوية لانشون متقطعين كده مربعات صغيرة، ممكن برضو لانشون فراخ، ممكن تركي، اي حاجة اللي احنا حابينها. برضو عندنا هنا فلفل الوان، الخلطة بقى الفظيعة دي بقى هنقلبها كده كويس، هنحط لها ملح، ربع معلقة ملح، او طبعا الملح حسب الرغبة، وربع معلقة فلفل اسود بس، مش هنحط اي توابل تانية بالشكل ده. وهنبتدي بقى دلوقتي هنعمل ايه، نخلطهم كويس قوي، وبعدين نحط بقى طاسة على النار كده نسخنها ونشوف بقى هنعمل ايه. هنجيب بقى الرغيف كده وهنفتحه بالشكل ده من فوق بالشكل ده، طبعا حطينا هنا طاسة على النار، هنحط عليها معلقتين من زيت الزيتون كده بالشكل ده كده، نوزعه كده كويس. نبتدي بقى ان احنا نحط هنا الخليط بتاع بقى البيض، هنا البيض بتاعنا في العيش ده، هنجيب الخليط كده ونحطه في العيش بالشكل ده كده، نبتدي ان احنا نوزعه كده جوه كويس، ونشيله كده بقى هيلة بيلة كده، نحطه في الطاسة الجميلة بتاعتنا، نشوفه برضو متوزع كويس ولا لأ، علشان ما تبقاش الخلطة متركزة في مكان ومكان لأ، بالشكل ده كده كده خلاص، هو احنا كده في الامان، هو كده هيستوي معانا ويبقى جميل. هنحطه كده بقى، هنسيبه، نرش عليه كده رشه زيت زيتون برضو كده من فوق، وهنسيبه كده لحد ما ياخد لون كده من تحت، ويبتدي بقى البيض يستوي، بعدين نقلبه على الوش التاني. حسينا بقى ان هو ابتدى يتحمر من تحت شويه، نبتدي ان احنا نقلبه كده على الوش التاني بمنتهى السهوله. شايفين اللون تحفه جدا، شكله تحفه. نبتدي ان احنا بقى نسيبه كده برضو دقيقة، وبعدين ممكن نقلبه تاني على الوش التاني لحد ما نتأكد ان البيض جوه استوى خالص خالص. نفضل بقى نقلبه كده على الوشين، كل شوية نقلبه بالشكل ده كده، شايفين اللون تحفة جدا. نفضل بقى نقلبه كده لحد ما نتأكد ان البيض كله استوى من جوه. نبص بقى عليه من جوه كده، اتأكدنا كده ان هو استوى وتمام التمام، خلاص كده يبقى استوى معانا وكله تمام. نبتدي بقى ان احنا نطلعه على طبق بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نقطعه ونشوفه من جوه عامل ازاي. شايفين اصلا منظره؟ شايفين شكله حلو ازاي؟ شايفين اللون ده؟ تخيلوا ده رغيف عيش فيه بيض عادي جدا، بس المهم الفكره عملناها ازاي وطريقه التقديم بالشكل ده. نبتدي ان احنا نقطعه بالشكل ده كده، طبعا هو سخن جدا، بس طبعا انا عايزه اوريه لكم من جوه شكله ايه. بصوا شكله يا جماعة فظيع، بصوا بصوا الألوان، بصوا على فكرة، ومفيد جدا وحلو جدا. ممكن برضو نستبدل اللانشون، ما نحطش لانشون خالص، خلينا نحط فلفل مثلا ألوان، ونحط جبن، أنواع جبن، أي خضار احنا عايزينه ممكن نحطه هنا بمنتهى السهولة، ويطلع بالشكل الحلو ده زي ما انتوا شايفين، حلو جدا.